السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة جونيور 6، برحب بيكم النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله هنكمل النهاردة اليونت 2 إن شاء الله، البروبورشن زي ما خدنا البروبرتيز والبروبورشن في السيشن اللي فاتت. إن شاء الله النهاردة هنكمل، هناخد النهاردة دروينج سكيل بإذن الله تستفادوا إن شاء الله. يلا بينا. أول حاجة حبايب قلبي، يعني إيه دروينج سكيل؟ لازم أفهم الكلمة دي معناها إيه، تمام؟ هي عبارة عن ريشيو بتوين لينس ان دروينج، تمام؟ هي عبارة عن ريشيو ما بين اللينس ان دروينج اند ايه؟ لينس ان رياليتي، يعني عبارة عن الطول في الرسمة. يبقى حبايبي عبارة عن ريشيو بتوين لينس ان دروينج، تمام كده؟ ده الديفينيشن مهم جدا، تو لينس ان رياليتي، يعني الطول في الرسمة للطول في الايه؟ في الحقيقة. كويس كده؟ يعني مثلا عندي هنا دي هنعتبر ديت الايه؟ الريل اللي هي اكن ديت الحقيقه، كويس، وديت الايه؟ دي الرسمه بتاعتنا الدروينج. هنفترض يا شباب ان الدروينج دوت او الحقيقه سوري كانت طول البنوته الجميله ديت 60 سنتيمتر، كويس كده؟ ده طلع حقيقي لسه صغنطوطه خالص. رسمنا لها او صورناها صوره كده، كويس كده؟ كام طولها؟ كام طولها؟ كان 10 سنتيمتر. فهي طبعا حصل هنا مينيمايزيشن او حصل تصغير، هي كانت 60 يا جماعه وعملنا لها صوره 10 سنتيمتر. فعايز اعرف الدروينج سكيل بقى ايه. الدروينج سكيل من الديفينيشن بتاعه، فروم ديفينيشن لينس ان دروينج تو لينس رياليتي، سو دروينج سكيل 10 سنتيمتر ده اتس لينس ان دروينج تاني، و 60 سنتيمتر دوت اتس لينس ان ايه رياليتي. لما بعمل سمبليفاي هنا بيبقى 1 ريشيو ايه 6. طبعا 1 ريشيو 6 دي سمولر ذان 1، اقل من من ال 1 ده. ات مينز ايه؟ او بيقول لك ات مينز اتش 1 سنتيمتر ان دروينج، كل 1 سنتي في الرسمه ريبريزنت 6 سنتيمتر ان رياليتي، بيمثل 6 سنتي في الايه؟ في الحقيقه، تمام؟ يعني ده هنا حضرتك 1 سنتي مثلا، ده كده 1 سنتيمتر، كويس؟ يبقى الحته دي في الحقيقه كام؟ 6 سنتي، يبقى ال 1 سنتي هنا بيبقى هنا 6 سنتي، اتفقنا؟ طب وعملنا 2 سنتي هنا، يبقى هنا 1 سنتي كمان، يعمل 6 سنتي كمان. يبقى ده معناه ان حتى الفيس بتاعك كام؟ 12 سنتيمتر، فهمتوا يا شباب؟ تمام. على كل درونج سكيل less than 1 ده refers to minimization او reduction، يشير الى تصغير او تقليل او تصغير، يعني تمام يا شباب؟ ده معنى درونج سكيل، نسبه ما بين الطول في الحقيقه للطول في الطول في الرسمه للطول في الايه؟ في الحقيقه. نشوف طب اكزامبل تاني كده. شايفين هنا البوتر فلاي ده يا شباب، الفراشه الجميله ديت، طبعا دي رياليتي، طبعا في الحقيقه بتبقى ايه؟ الفراشه اصغر من الرسمه، رسمناها رسمه اكبر منها، ده دروينج. هي في الحقيقه تمام يا شباب كانت 5 سنتيمتر، في الرسمه 20 سنتيمتر. طبعا احنا قلنا ايه هو دروينج سكيل؟ الرسمه للحقيقه ولا الحقيقه للرسمه؟ لا طبعا الرسمه للحقيقه، دروينج تو رياليتي، كويس كده؟ يبقى ده هنا دروينج سكيل لازم تبقى عارف ان هو لينس دروينج، لينس ان دروينج تو لينس ان ايه؟ ان رياليتي. لينس ان دروينج هير از 20 سنتيمتر اند لينس ان رياليتي از 5 سنتيمتر، سمبليفاي وي جيت 4 اوفر 1. 4 اوفر 1 از مور ذان 1، 4 اوفر 1 ب 4 وال 4 مور ذان 1. طبعا يبقى دروينج سكيل هنا ريفيرز تو انلارجمنت او ماجنيفيكيشن، يعني الكلمة دي أو الكلمة دي يا إما magnification يا إما enlargement، طالما هو more than one. وطبعا ده معناه إيه؟ it means إيه؟ it means each 4 سنتيمتر in drawing، كل 4 سنتيمتر في الحقيقة في الرسمة represent 1 سنتيمتر في الإيه؟ في الحقيقة. كويس يا شباب؟ يبقى ده هو drawing scale أو ده drawing scale، اتفقنا؟ تمام. وممكن drawing scale ده ممكن نسميه ساعات كده في الأسئلة يقول لك إيه؟ ريشيو، خد بالك من المعلومات دي، ريشيو اوف
enlargement بالعربي يعني نسبه التكبير، نسبه التكبير اللي هي drawing scale، صح كده؟ يبقى بدل ما يجيب لي كلمه drawing scale ممكن يكون ratio enlargement او ratio magnification او ratio reduction او ratio minimization، تمام؟ طب نشوف بقى كده الاكزامبل على الكلام دوت. عفوا. يبقى هعيد تاني بس على الحته اللي انا قلتها، قلت هنا ايه؟ عشان برضه تبقى انت معايا ومتابع معايا، تمام؟ احنا قلنا في drawing scale، drawing scale دوت اذا كان عمل مثلا ratio 1 over 5 مثلا، 1 over 5 ده less than 1، نفهم ان هو represents او بيمثل minimization، يمثل تصغير، يبقى حاجه كبيره انت صغرتها. اما لو الدروينج سكيل ده حضرتك اعطاني مثلا زي ما قلنا في الاكزامبل اللي فات 4 ريشيو 1 او 5 ريشيو 1 او يعني مور ذان 1، فده يعني انلارجمنت في ار ان انلارجمنت، سوري مش مشكله تبقى تاني enlargement تاني مش يا شباب؟ يعني تكبير حاجة صغيرة وأنت كبرتها زي إيه؟ تمام يا شباب كده؟ ده ملخص الإيه؟ الجزء اللي فات. وفي ريليشن ما بينهم هعملها بالتراينجل الجميل ده، بقول لك إن السكيل دوت أو الدروينج سكيل يعني يعتبر لينس دروينج تو لينس رياليتي. لو أنت عايز لينس دروينج هتعمل الاتنين دول تايمز بعض، هتعمل دروينج سكيل تايمز لينس رياليتي. لو أنت عايز لينس رياليتي هتعمل لينس دروينج اوفر دروينج سكيل، تمام يا شباب؟ فدي المثلث ده بيختصر او بيبين ريليشن ما بين الايه؟ الدروينج سكيل واللينس دروينج واللينس ريليتي. هنشوف دلوقتي مثال. ديستنس بتوين تو سيتيز اون ماب از 4 سنتيمتر. طبعا بيقول لك هنا المسافه بين مدينتين في الخريطه، يبقى ال 4 سنتي دي الحقيقه يعني هل في مسافه بين مدينتين الكسندريا مثلا وكايرو مثلا تبقى 4 سنتي مثلا؟ هل يعقل؟ لا، يبقى اكيد ده في الرسمه اون ماب او ان دروينج نفس الكلام ده في الرسمه، يعني حاجه مش حقيقيه. اند ريل ديستنس بتوين ذيم از 20 كيلومتر، يعني هو المسافه الحقيقيه ما بينهم بقى 20 كيلومتر. فايند دروينج سكيل، طب دروينج سكيل بيتجاب ازاي؟ اهو انا عايز دروينج سكيل، اخبي بصباعي دروينج سكيل دي هيظهر لي الايه؟ الرول بتاعي او القانون. دروينج سكيل اول حاجه اكتب الرول بتاعي ايكوال يا اولاد لينس دروينج تو لينس مين رياليتي، كويس كده يا جماعه؟ لينس دروينج اللي هو مين؟ ها 4 سنتيمتر، هكتبه بالسنتي كده عشان افهم بس الايه؟ اليونتس والتحويلات بتاعتها. لينس رياليتي اللي هو ايه؟ 20 كيلو متر. طب هل ينفع في الريشيو يا جماعه ان انا احط سنتي وكيلو تحت؟ ما ينفعش، لازم يبقى فيه اليونتس تبقى ايه؟ اكويت او تبقى متساويه، تمام؟ بحط 4 سنتي فوق، اما تحت بحول الكيلومتر لمين؟ لسنتيمتر. ازاي احول كيلومتر لسنتي؟ طبعا عندنا الكلام ده في يونت 1. بزود 5 زيروز، يعني بعمل ملتبلاي باي 100,000 اهو. تعال نراجع كده، مش قلنا الكيلومتر 1,000 متر؟ وقلنا المتر 10 دي سي متر، وقلنا الدي سي متر 10 سنتيمتر، وقلنا السنتي 10 ملي متر. يبقى انا هنا تو كونفيرت فروم كيلومتر تو سنتيمتر وي ملتبلاي باي 1000 and 10 and 10، يبقى ملتبلاي باي 100,000، يبقى انا ملتبلاي باي 100,000، تمام؟ يعني التوتي دي هتزيد 6 زيروز، يبقى 5 زيروز سوري، فهتبقى تمام كده. ده كده بالسنتي يا شباب، خلاص بقى شيل السنتي مع السنتي خلاص، يبقى 4 ريشيو 2 مليون، صح كده يا جماعه؟ ايوه كده، كويس كده يا شباب؟ طبعا بنعمل سمبليفاي، تشيل 4 مع مين؟ مع ال 20، او بالكالكوتر بتاعتك هيطلع 1 اوفر ايه؟ ها 500 ايه؟ ماشي يا جماعه؟ تمام يا شباب؟
يبقى هي دي مين الدرونج سكيل بتاعتي اللي انا اللي انا ايه حسبتها، دي الدرونج سكيل بتاعتي. تمام يا شباب، يبقى 1 ريشيو 500,000. طبعا ده معناه ايه؟ هو بيقول لك ذا مينينج اوف ذيس درونج سكيل. هقول له ان اتش 1 سنتي اون ماب، يعني كل سنتي في الماب ريبريزنت بيمثل ريبريزنت ايه؟ 500,000 سنتيمتر، يعني 5 كيلومتر، صح كده؟ تمام كده؟ ان رياليتي في الحقيقه. هتفهم حاجه يا شباب؟ تمام. طيب عشان نفهم اكتر ناخد اكزامبل تاني. بيقول لي if length of احمد in reality في الحقيقه 1.65 meters. He is drawing with drawing scale، هو اترسم. تمام كده؟ in ratio 1 ratio 3 find its length in a picture. تمام كده يا جماعه؟ تمام. هو يا جماعه هنا 1 ريشيو 3 فاين، طبعا ده اللي هو مين؟ اللي هو دروينج سكيل، اللي هو دي سكيل ده كده، صح كده يا شباب؟ ده كلام جميل. تمام، خليها دي دروينج كده، دروينج هو رسمه ويز دروينج سكيل كذا، يبقى ده دروينج سكيل عندي. وطبعا ده حضرتك اللينس رياليتي ده طوله في الحقيقه. يقول لي find the excellence in picture، يعني ايه excellence in picture؟ حد محترم يقول لي ايوه يعني lens drawing. طيب مين فاكر الماجيك تراينجل، المثلث السحري؟ كان بيقول لي المثلث السحري كان بيقول لي يا مستر محمد هنا lens drawing وهنا السكيل وهنا ايه يا اولاد؟ lens reality، صح؟ انت المره دي عايز lens drawing. lens drawing equal ايه يا اولاد؟ equal drawing scale يا مستر time is lens reality. طيب drawing scale 1 ratio 3 صح؟ 1 over 3 times lens reality كام؟ 1.65 متر. خد بالك طبعا ال drawing scale has no units، عشان بس تبقى انت عارف مالوش يونت، يعني ما ينفعش اقول 1 اوفر 3 سنتي او 1 اوفر 3 متر او لا، ده مالوش يونت فبحطه زي ما هو، لكن ده اليونت لينس درو لينس ريلاتيف متر، يبقى الاجابه تطلع لي بالايه؟ بالمتر. خد بالك من النقطه دي. طب ده لو بالسنتي الاجابه تطلع بالايه؟ بالسنتي. انا بلفت نظرك بس الحاجات مهمه خد بالك منها. تمام؟ طيب تعالى نشوف كده الانسر بتاعتنا. هنعمل 1 ريشيو 3 او 1 اوفر 3 تايمز كام؟ 1.685. طبعا الاجابه طلعت لي 0.55. تمام؟ طبعا متر. طب انت اللي عايز، طبعا الاجابه دايما تطلع في البيكتشر بالسنتي، احولها لسنتي ازاي؟ ما احنا لسه قايلين نعمل تايمز ايه؟ نعمل تايمز قلنا من متر 10 دي سي والدي سي 10 سنتي، يبقى من متر لسنتي بنعمل ملتبلاي باي 10 و10 يعني ملتبلاي باي 100، فتبقى الاجابه 55 سنتي ايه متر. يبقى هو طوله في الحقيقه 1.65 متر، طوله في الصوره 55 سنتي ايه متر. هل الناس فهمت كده يا جماعه؟ نقطه مهمه جدا جدا جدا. طب نشوف اكزامبل تاني عشان نفهم اكتر. تمام، خد بالك انا في اول اكزامبل طلبت منك مين؟ الدروينج سكيل. خد بالك تاني اكزامبل طلبت منك اللينس ان بيكتشر او لينس دروينج. تالت اكزامبل بقى عشان يبقى احنا فهمنا هطلب منك ايه؟ الريل ديستنس، يعني المسافه الحقيقيه. تعال نقرا السؤال من اوله. بيقول لك ديستنس بتوين كايرو اند الكسندريا اون ماب اوف دروينج سكيل، او ده دروينج سكيل بتاعي equal 5 centimeters. مين اللي equal 5 centimeters؟ ده lens on a map او lens drawing. اما 1 ratio 3 مليون ده drawing scale. خدت بالك؟ يبقى انا عايز الريل ديستنس. طب let's remember
magic triangle. Let's draw here a scale a lens a reality. In this example, I want lens in reality. So write its rule. Write here lens in reality equal lens drawing over drawing scale. Okay, done. Lens drawing is 5 centimeters. Drawing scale is 1/3,000,000. طبعا يعني الشكل العام ده او الفورم ده مش عاجباني الصيغه دي، فانا هكتبها بطريقه اشيك من كده شويه. تمام؟ We can change this form and write it as 5/1/3,000,000. كويس كده يا شباب؟ طب لما نعمل 5/1/3,000,000 هيطلع لي الاجابه كام؟ هيطلع لي الانسر بتاعتي هنا طبعا ما تنساش ان دي بالسنتي، يبقى الانسر تطلع بالسنتي، خد بالك ها؟ النقطه دي يعني بسترس عليها كتير. بقت هنا 15,000,000. 15,000,000 ايه يا كابتن؟ سنتيمتر. برافو عليك. طيب I want to convert here from سنتي to كيلو. عايز احول من السنتي للكيلو. طب نراجع تاني يا جماعه عشان الناس اللي مش حافظه تبقى حافظه. كيلو متر ايكوال 1000 متر، متر 10 ديسيمتر، الديسيمتر 10 سنتيمتر، والسنتيمتر 10 مليمتر. We want to convert from سنتي to كيلو. طبعا احنا طالعين لفوق فبنعمل ديفايد باي 100,000. جت منين ال 100,000؟ عشان عندي 5 ايه؟ عندي 5 زيروز اهو اللي هم 1 0 1 0 3 0. يبقى ديفايدد باي 100,000. تمام؟ يعني هنكنسل 5 زيروز فهتبقى الاجابه 150 كيلو. سوري بس الجزء ده بس عشان اهوت ممكن نتشينج ذا كلر برضو عشان نبقى برضو الدنيا واضحه شويه. فتبقى 100 يبقى حتى بيقول لك بتوين زم في تي هنا بتوين زم ان كيلو ايه ميتر. تمام يا شباب؟ عايز الاجابه بالكيلو متر يبقى ايه 150 كيلو. اتفقنا يا شباب؟ يبقى انا كده انت الحمد لله خدت معايا الايه؟ الحاجات المطلوبه كلها. تمام يا شباب؟ طيب تعالى نكمل الليسون كده، الليسون جميل جدا. يبقى هو بيطلب مني 3 حاجات، يا اما لينس دروينج، يا اما سكيل او درون سكيل يعني، يا اما لينس ايه ان رياليتي. تمام يا شباب؟ طيب شوف الاكزامبل تاني. يقول لك ايه؟ Picture contains tree and house. يعني صورة اهي فيها tree، فيها شجرة. شوف انا بعرف ارسم ولا لا. وفيها كمان house. ماشي يا سيدي كويس. If length of a tree is 3 centimeters. تمام تعالى بقى دي نطلعه شوية ونكتب بقى بلوك تاني كده او 3 سنتيمتر. ده طول مين يا ولاد؟ التري. طبعا and in reality is 15 centimeters. ده اللينس of a tree is 3 centimeters. تمام كده؟ وفي الحقيقه بتساوي 15 centimeters. يعني شجره صغيره خالص. معلش. يعني احنا كبرنا بقى دي الصوره دي كده بعد اذنكم اهو. عايزك تتخيل معايا. تمام؟ خلاص؟ تمام. يعني طب اقول لك حاجه كويسه. معلش خليها 15، يعني خليها 15 meters. معلش خليها 15 meters. فتبقى هنا 15 ايه؟ meters في الحي. كويس عشان تبقى مقبوله ان مفيش شجره 15 سنتي. Find lens of that house. عايز اللينس بتاع الهاوس دوت. If its lens in picture is 5. يعني لينس هاوس اصلا 5 سنتيمتر في الدروينج.
يعني هنا برضو في هاوس تاني، خد بالك ما هو الصوره يعني احنا دي الدروينج، خد بالك ان ده الدروينج، عايزك تركز معايا عشان ايه البروبلم دي يعني فيها تفكير شويه، ودي رياليتي يعني هي دي الحقيقه بنفس المنظر كده. الشجره كانت في الصوره 3 سنتي، لكن في الحقيقه بقت 15، والهاوس 5، وبقى في الحقيقه مش عارفين الهاوس كام، عايزين نجيب الهاوس. انا شايف ان انا في تو ميثودز عشان تحل الفكره دي. اول حاجه احنا خدناها في الليسون اللي فاتت هي البروبورشن او التناسب، في تناسب يعني انا ممكن اقول 3 سنتيمتر بتاعت الشجره في الدروينج اوفر 15 متر، خد بالك ايكوال اللينس بتاع الهاوس اللي هو 5 سنتيمتر على نقط متر. انا يعني فاهمين ازاي بعمل ريشيو ما بين اللينس تري اند لينس هاوس، تمام يا شباب؟ فهنا بجيب دي ازاي اللي هي لينس بقى ايه، يعني ممكن اشطب عادي واكتب لينس مين لينس هاوس هنا. فاللينس هاوس هنا الحقيقي ده هيساوي ايه؟ ايكوال ايه؟ يلا 5 تايمز 15 اوفر 3، 5 تايمز 15 اوفر 3. طبعا الاجابه تطلع ايه يا اولاد؟ لو احنا عملنا سمبليفاي هنا هتبقى الاجابه 25 متر، يبقى البيتا يبقى 25 ايه؟ متر. فدي يعني حل سريع جدا والدنيا كويسه، تمام يا شباب؟ تمام يا شباب، ده حل بطريقه الايه؟ الريشيو يعني اللي هي البروبورشن سوري بتاع الليسون اللي فات انا شرحته برضو هنا. طب ايه الحل بالدروينج سكيل؟ هستاذنك كده هعمل لاين كده عشان احل بطريقه ثانيه، او ممكن نمسح دوت يبقى الدنيا افضل، بس احفظ بقى ان اللينس هاوس طلع لي 25. هنمسح ده كده، هنعمل ميثود ثانيه او حل بطريقه اخرى. طالما عندي الفكره هنا عايزك تفهم معايا كويس، طالما عندي لينس ان دروينج وعندي لينس ان رياليتي، يبقى اتس فيري ايزي تو فايند دروينج سكيل. انا هجيب الدروينج سكيل الاول، دروينج سكيل زي ما انا متعلم لينس دروينج اوفر لينس رياليتي، كويس كده؟ تمام. لينس هنا 3 سنتيمتر وهنا 15 متر، طبعا هنا ما ينفعش اقسم سنتي على متر، فيبقى ده هيبقى هنزوده تو زيروز، فيبقى 1500. هتبقى ايكوال ايه يا حبايب قلبي؟ هتبقى 1 اوفر 500. يبقى ده مين حضرتك؟ الدروينج سكيل، ومحدش حط لي سنتي او متر، لان احنا قلنا الدروينج سكيل بكرر تاني هاز نو يونت، ما عندوش يونت يا جماعه. ادي اللي بكرر ده كلام جميل، جبنا دروينج سكيل، حلو قوي قوي قوي، تمام كده؟ طيب انت عايز تجيب مين؟ ها؟ اللينس ان رياليتي بتاع الهاوس. طب لينس رياليتي اوف هاوس للهاوس ده ايكوال ايه يا اولاد؟ اللينس رياليتي ايكوال ايه؟ لو انا دلوقتي عندي اللي هو زي ما قلت لك الماجيك تراينجل بتاعي، هنا لينس دروينج وهنا سكيل يا فندم وهنا لينس رياليتي، انت عايز لينس رياليتي، يبقى هيساوي اللينس دروينج، تمام كده، اوفر السكيل. طب اللينس دروينج بتاع الهاوس، ما انت عايز لينس رياليتي هاوس، يبقى هنا لينس دروينج هاوس بكام؟ ب 5 سنتيمتر. طب السكيل كام؟ 1 اوفر 500. طبعا الشكل ده مش بحبه، فيبقى 5 ديفايدد 1 اوفر 500، فتبقى الاجابه 2500. هتقول لي يا مستر طلعت لك 25، اقول لك حبيب قلبي ركز، دي بالسنتي، يبقى الاجابه تطلع بالايه؟ بالسنتي. طب انت عايزها بالمتر، يبقى نعمل ايه؟ ديفايدد 100، فتبقى الاجابه 25 اي مترز. كده انا جبتها لك بطريقه الدروينج سكيل بالليسون بتاع النهارده، ماشي حبيب قلبي؟ سهله كده، يا رب تكونوا فهمتوا. انت بقى ممكن تعيد الفيديو تاني وايه؟ وتكرره، تمام؟ شوف سؤال تاني. يبقى خلي بالك السؤال دوت، السؤال ده تخلي بالك منه ستار، يعني ده فيه فكره مهمه، تمام؟ يعني مش مساله عاديه.
طب السؤال برضه السؤال دوت برضه مش عادي شويه ستون بلاي جراوند از دروينج برضه ويز دروينج سكيل كذا تمام بلاي جراوند اللي هو الملعب يعني اند اتس دايمنشنز اوف اتس دايمنشنز وير او دايمنشن اوف ذا او ذا دايمنشن اند ذا دايمنشنز اند ذا دايمنشنز اوف بلاي جراوند كانت 6 سنتيمترز و 2 سنتيمترز طبعا ده اكيد الايه؟ اكيد الحقيقه ولا في ملعب 6 سنتي و2 سنتي اكيد ده في الايه في الرسمه يبقى البري جراوند اهوت ديت 6 سنتيمترز اللينس بتاعنا اللي هو اللي في الرسمه و2 سنتي اللي في الرسمه كويس خد بالك المساله اللي فاتت كان لما كان في تري وكان في هاوس انا مسكت التري جبت منها يعني التري في عنصرين في 2 اليمنت من اي 2 اليمنت من اي 2 اليمنت في الرسمه يعني نفس الاليمنت في الرسمه ونفس الاليمنت في الحقيقه بتجيب دروينج سكيل هشوف ده دلوقتي هنا برضو في عنصرين خلي بالك اللي هو 6 سنتي و2 سنتي 6 سنتيمتر و2 سنتيمتر دول عنصرين تمام المهم بيقول لي عايز الريل دايمنشنز بتاع البري جراوند يعني لو دلوقتي عملت بري جراوند اهو انا عايز الطول الحقيقي والعرض الحقيقي اللينس الحقيقي قد ايه والويتس الحقيقي قد ايه ماشي يبقى اول حاجه مطلوبه عايزين الريل دايمنشنز بعد كده بيقول لك ريل اريا بقى ريل اريا ان متر سكوير كويس قوي 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 ركز يا باشا معايا هنا حضرتك خد بالك من اللي انا هقوله طبعا هو هنا بيدينا الدروينج سكيل والحمد لله دروينج سكيل هو جايبه لي بيقول لي 1 اوفر 400 دي دروينج سكيل اهي خد بالك قوي اهي جميل طب ما انا اجيب الريل لينس لينس او عايز اقول الريل لينس يعني ده الريل لينس ريل لينس وده الريل ويدث تمام يا شباب الريل لينس والريل ويدث فاقول الريل لينس ايكوال ايه تمام كده يا جماعه الريل لينس ايكوال ايه يفتكر الماجيك ترانجل تاني طيب اجي اللينس رياليتي بيساوي اللينس دروينج على السكيل يبقى هنا الريل لينس برضو هيساوي اللينس دروينج اوفر السكيل طب اللينس دروينج بايه يا اولاد اللينس دروينج بالنسبه لمين لللينس للطول خد بالك هيساوي 6 سنتيمتر صح كده اوفر 1 اوفر 400 عشان كده مش بنحبه فنقول 6 ديفايدد 1 اوفر 400 فيطلع الاجابه ايه؟ الاجابه هتطلع اللينس دروينج على السكيل اللينس دروينج للويدث كام؟ 2 سنتي 2 سنتيمترز اوفر 1 اوفر 400 اللي انا مش بحب الفورم دي فاكتب 2 ديفايد 1 اوفر 400 اللي هي ايكوال 800 ايه؟ سنتيمتر اللي هي ايكوال 8 مترز يبقى انت كده جبت يا باشا الريل لينس اللينس الحقيقي وجبت الريل ويدث الويدث الحقيقي 24 متر و 8 متر طب انت عايز الاريا الحقيقيه طب ما الاريا الحقيقيه ايكوال ايه يا ولد؟ ايكوال اللينس الحقيقي تايمز الويدث الحقيقي صح كده؟ يبقى 24 يا شباب 24 تايمز مين؟ ها؟ تايمز ال 8 تايمز ال 8 ايكوال ايه يا ولاد؟ ايكوال 192 متر سكوير ليه متر سكوير؟ عشان ده بالمتر حضرتك وده بالمتر يبقى هنا متر ايه؟ سكوير زي ما المستر عاوز يا رب تكون السؤال ده ايه؟ ادفع سؤال جميل جدا السؤالين دول مهمين جدا اللي ده واللي قبله عشان فيهم فكره مهمه جدا اتفقنا يا شباب؟ نكمل مع بعض تعال نشوف كده برضو بنعيد تاني على الليسون برضو دروينج سكيل دروينج سكيل اس ايه؟ مين يقول لي is a ratio is a ratio between هو النسبة بين أين يا أولاد lens lens in drawing lens in drawing يا أولاد to lens in a in reality أو E و G in reality كويس طب drawing scale if drawing scale is smaller than 1 this expresses اقل من 1 يبقى ده بيعبر عن minimization
minimization او reduction. طب drawing scale more than one يبقى ده بيعبر عن enlargement. طبعا انت الحمد لله عدنا على المعلومه كذا مره، فبالتالي ان شاء الله يبقى انت ايه فهمت المعلومه حفظتها. سؤال هنا بيقول لي الري لينكس بيكوال ايه الري لينكس ده؟ ها مين شاطر فاكر الماجيك تريانجل بتاعنا اللي كل شويه نكتبه النهارده؟ لينكس drawing وهنا سكيل وهنا لينكس رياليتي. اللينكس drawing عباره عن ايه؟ اهو يبقى عباره عن لينكس ان drawing. لينكس ان drawing يا شباب اوفر drawing ايه؟ drawing سكيل. هو ده الري لينكس؟ اه هو ده الري لينكس. تمام. يلا بينا هنا ريل لينس اوف ان انسكت، انسكت اللي هي الحشره 0.3 ملم اند اتس لينس افتر، شوف الكلام بقى افتر ماجنيفيكيشن از كذا. اه يعني ايه افتر ماجنيفيكيشن؟ يعني بعد تكبيرها. هو انا ما قاليش مين اللينس دروينج، مين الطول في الحياه ومين الطول في الرسمه، لا بس انت لازم تفهم من السياق التكست ده او من البروبلم لازم تفهم. تمام. بقول لك هنا الري لينس هو قال سوري انا ري لينس كذا اهو ري لينس كذا، يبقى ده ريلي ايه لينس او اللينس ان رياليتي وافتر ماجنيفيكيشن بعد تكبيره كانت كده. تمام. يبقى لينس ايه دروينج زين ريشيو اوف ماجنيفيكيشن، معلش لسه قايل لك انا ريشيو اوف ماجنيفيكيشن هي ايه دروينج سكيل، هي دروينج ايه سكيل. يبقى انا اقول هنا ريشيو اوف ماجنيفيكيشن او اقول دروينج سكيل drawing scale equal ايه يا اولاد؟ ها خلاص بقى حفظنا لينس drawing over لينس ايه reality. طبعا لينس drawing هنا 4.5 سنتيمتر وهنا لينس reality 0.3 ملي ايه متر. طبعا هنا خد بالك ان في فرق بين السنتيمتر والمليمتر. تمام. عايز تخلي السنتي يبقى ملي او الملي يبقى سنتي مش هتفرق، كده كده السنتي equal 10 مليمتر. تمام. تعال نخلي السنتي يبقى ملي، هنعمل ملتبلاي باي 10 فتبقى هنا 45 ملي بقى خلاص اوفر 0.3 مليمتر. كده التوينتس شبه بعض يبقى نشطبهم خلاص. يبقى نعمل 45 اوفر ايه يا اولاد؟ اوفر 0.3 فالاجابه هتبقى ايكوال ايه يا اولاد؟ هتبقى ايكوال 150. طبعا رايت لي 150 ماشي، فين الريشيو بتاع حبيب قلبي اوفر 1 اوفر ايه؟ اوفر 1. تمام يا شباب. يبقى ده الدروينج سكيل او نسبه التكبير مش يا شباب. تمام. تعال نكمل اخر مساله. بيقول هنا ديستانس بتوين تو سيتيز اون ا ماب از 2.4 سنتيمتر اند ذا ماب ووز دروينج ويز دروينج سكيل كذا. يبقى ده دروينج سكيل عندي. يبقى انا بتشوف المساله بتطلع منها المعلومات كلها. طبعا المسافه دي اكيد لينس دروينج طبعا. تمام. انتوا شايفين طبعا المسافه في الخريطه بتبقى حاجه صغيره يعني، فاهمين؟ تمام يا شباب. زي الخريطه اللي في ايد الولد دوت زي ما انتم شايفينها كده، لكن في الحقيقه طبعا المسافات كبيره. اند ذا ماب ووز دروينج ووز دروينج سكيل كذا فايند ريل ديستانس بتوين تو سيتيز ان كيلومتر. مفيش مشكله. لينس ريالتي تاني مره ايكوال ايه؟ ايكوال لينس دروينج اوفر سكيل. اللينس دروينج بكتبها زي ما هي بالسنتيمتر على السكيل اللي هو 6 اوفر 700,000. وقلنا الفورم دي مش كويسه، هعيدها تاني هكتب بقى ديفايدد بدل دي كده بكتب ديفايدد 6 اوفر 700,000. خد بالك ان دي بالسنتي، يعني معنى كده ان الاجابه تطلع لي بالايه يا اولاد؟ تطلع لي بالسنتي صح يا شباب؟ اهو هنحسبها كده مع بعض يبقى 6 اوفر 7 ها 700,000 80,000 280 ايه؟ ايه بقى؟ سنتيمتر. الله ينور. طب انا عايزها بالكيلو، المستر عايزها بالكيلومتر اهو. يبقى بعمل ديفايد باي 100,000 ديفايد باي 100,000. تمام. يبقى الاجابه بتطلع لي 2.8 كيلو ايه؟ كيلو متر. بكده الحمد لله رب العالمين احنا نطور لمينا كل افكار الليسون. خلي بالك الحمد لله رب العالمين، يعني لو ذاكرت الكام كويستشنز دول كده انت لميت الدنيا. وان شاء الله نتقابل في الليسون القادم. كان معكم مستر محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.